السلام عليكم حبيباتي، اهلا وسهلا بكم في القناه تاعي داليما كويزين. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير والصحه عيدكم، كل عام نتوما بخير. ان شاء الله ربي يعيد عليكم وعلينا الصحه والبركه والهنا، ربي يرفع علينا هاد الوباء وتولي نوليو كما بكري نعيشوا بيان، ما نكونوش في الاكتئاب. هكا بسم الله، اليوم جبت لكم الوصفه تاع العصبان تاع الستيك بالفيون داشي. كان نديرو الدواره، كاين اللي ما يحبوش الدواره، اولتها مولاي يعني راجلي ما يحبش الدواره، قلت بوكو با ندير المولابيتي ونبدا نقدمو معاكم. هذه هي ونعطي فكره، هذه خطره الاولانيه في اليوتيوب نورمالمون. هذه هي بسم الله، هنا عندي فيون داشي تاع البكري، وهنا عندي الستيك خيطهم هم ليك كيما نديرو الدواره، سوا سوا خيطهم كاع في لي كوتي وخليت هاد البلاصه نجيب باش نعمرهم. درت انا ثلاثه هكذا. هنا عندي التوابل، هنا هذاك اللحم اللي كان في لي كوتي كاع صغار نحيدهم باش نديرهم في لاصوص. هنا هاد زوج، هذا تاع العصبان وهذا تاع لاصوص، فيه اللحم وفيه الطوماطيش تاع البواطا، مغرفه تاع الماكله، راس الحانوت، فلفل اسود، شويه فلفل عكري حار، والملح وشويه الخل باسكو بكري باش ما يجيناش لاصوص تاعو بزاف داكنه يعني حمره بزاف. وعندي الحشيش مقطفه شويه في العصبان وشويه في لاصوص، والبصل تاني شويه في العصبان وشويه في لاصوص، وهاد لا كورجيت في لاصوص، طوماطيش في لاصوص. عندي قزوج حبيبات هكداك، هذا طالي الخيط لهنا سمحوا لي. وهنا عندي تاني جلبانه قيس، درت هنا كاس ونص. وهنا في العصبان واش درت؟ درت الروز شمختو بالماء سخون، قي زوج مغارف تاع الماكله لهذا الشيء باسكو ما درتش بزاف كونتيتي كبيره. وهنا داخل العصبان عندي اربع فصوص ثوم مكرازيين، راس الحانوت، فلفل اسود، طوماطيش تاع البواطه، قيس مغرفه تاع قهوه عامره بيان، وفلفل عكري حار. بسم الله دوك نجوزو لاصوص قبل. بسم الله حندير شويه داك اللحم هاهم ليك صغار لي قطفتو كاع في لي كوتي باش هانيك. نجيب لحم ونحل شويه العصبان، نجيب طماطيش ونجيب حبيبات، وهنا ندير قيس هكاك مغرفة تاع الماكلة تاع الخل هكدا، تكون باش ما يتحرش داك لاصوص باسكو على بالكم بكري دايما تلقى لاكولور كحلة بزاف. نزيد هادوك التوابل، طوماطيش وفلفل عكري، يعني سهلة العصبان تاع اللحم اليوم ديالكم. هاكا نخليه يتقلب غردو لو طون نجوزو لهاديك الحشوة اللي ندير حنديرو العصبان تاع ليستيك. هاكا نخليه يتقلب. فوالا هنا ندير الروز، ندير الروز، ندير شويه جلبانه ماشي بزاف هكذا، شويه برك هكذا، وهذه نرميها دوكا في لاصوص، هذه نديرها في لاصوص هاك، ونخليها تتقلى. وهنايا حنكمل هذاك البصل، هي كادرت النص وهنا ندير النص، ونزيد الحشيش. نخلي شويه من بعد نزيد هذوك التوابل، طوماطيش وفلفل عكري حار، نزيد الملح بلا ما ننسى، نملحو ما تكثروش برك بزاف الروز، يعني ترتقلكم كما درت انايا.
زوج مغارف ماشي بزاف، هذا بصمتي هكا نعركو بيان بيان. هذيك الجبانه كيما درنا زعما دواره، هذه برك بدلت لها درتها تاع لي ستاك، كاين بزاف ما يحبوش دواره، قلت علاش ما نخممش عليهم. جاتني فكره البارح نديرها اليوم، زيت شويه الزيت، ما تكرفوش في المقادير نعطيه لكم دركا، باسكو شفتو ناشف ما فيهش الشحمه، وميو نديرو هكا شويه زيت ولا شويه مارغارين ولا سمن، نتوما اختياري. فيها برك قسم غرفة تاع ماكلة، ها كيما تكتروش الرز ما تخافوش يتثقلكم، كي ديروا بزاف الرز ما يكون بزاف يتنفخ يتنفخ وين حيهرب، لابد يترتق هذيك لابوش تاع الدوارة ولا تاع ولا تاع اللحم. ها عندك بسم الله، دوك نجيب لهنا هاملي كيفاش خيطهم، هايلك وجدتها مشقه هنايا زدت خيطها، هايلك هاملك بسم الله. دوك نبدا نفرسيهم، بعد ما عمرتهم هاملك ها نخليو شويه هكذا باش يزيدو يزيدو يلقاو روحهم هكذا. نزيد نكمل الخيط هنا كيما نخيطو الدواره سوا سوا هكذا، وكي نخيط لازم نربط هنا باسكو ماشي كيما القماش. ها نجيبو هكا مقص صغيور نخليوه غير تاع الكوزينه ما نخلطوش، درت لها التليقه باش ما تقببش عليا، هامليك نخليوها هكا شويه لي سباس ونكمل نخيط. هايليك ها كيما نخيطو الدواره سوا سوا، ها هكذا حتى وين نغلقها كاع. ها وهاديك كوكوطة تاعي راهي تتقلى بعقلها، هاكدا كاين بزاف ميحبوش ريحة الدوارة ماشي كاع الناس، أنا نحبها نورمال بصح كاين كيما مولا بيتي ميحملهاش. يعني مام ولادي خرجوا كيما باباهم، مين داك برك نطيبها نطيبها لعمري، ولا طيبتها ندوق منها شويه والباقي نصدقها شنو ما ياكلوهاش. هكذا هايلي ولا بودري باردون هايلي هاني كملتها شتو هايليك فوالا. لازم نصحو مليح هاديك العقدة الأخرانية، ونزيد نديرلها هكدا نفيكي هاك قلت لكم كيما الدواره سوا سوا. هايليك هكذا نكملهم كاع، هاوليك بعد ما تقلى دوك ندير هذوك المخايط تاوعنا، هاوليك نخليهم يتقلاو شويه برك ونمرق لهم الماء. هاولي بعد ما تقلاو لي دوك نمرق بالماء سخون مغلي، فوالا
هي بغيت نديرو الملح وكنشدو لاصوص تاعها ماهيش كحله خاطرش كي درنا داك شويه تاع الخل وما يبانش في القوه يعني ما تخافوش هاوليك درت الملح ولا سحقيت نزيد المهم دوكا راني نشوفو هاوليك لاصوص تاعها ماهيش كحله وكنشدو عايلك هذا هو من الاسرار عطيتها لكم شحال من خطره دوك غير تجيب لي الغليه نغلق عليها لاصوص ها لي درنا الملح كلشي دوك نقص ونغلق لا كوكوط تاعي بعد نقول لكم شحال شد لي في الطياب طام ليك حبيباتي بعد ما طابوا لي 45 دقيقه شد لي في الكوكوطه دوك شحال ندير نرمي لا كورجيت طاب لي نزيد معاه لا كورجيت هذه وفي الملح كي تقتو شتو صافا ونزيد له هذا قرون حار يعني اختياري حبيباتي هكا غير تجيب لي الغليه نغلق عليها لا كوكوط ونحسب لها بعد ما تبدا تصفر نحسب لها 5 دقائق ونزيد لها هكا شويه حشيش وهذا نخليه للتزيين هكذا كيما بكبوكه مبرك باللحم هكا حبيباتي كي يجيب لي الغليه دوك نغلق عليها لا كوكوط هالا كي تبدا تصفر لي نحسب له 5 دقائق ونطفي عليه ونقدمه لكم ان شاء الله في طبق تقليد اوليك حبيباتي العصبان تاعي تاع لي بيفتاك بالفيونداشي في عاد نديروه بالدواره درتو بالحم يعني سي لا بروميير فوا اللي تلقاوها في اليوتيوب انا هي الاولانيه اللي خرجتو من عندي يعني من الذاكره تاعي دوك نقسم لكم تشوفوه وهاوليك قدمته بالخبز تاعي اللي درتو البارح نحيتو في كونجيلاتور خبيتو في الليل هاوليك هاوليك الله الله مفشفش نقسم لكم تشوفو هاوليك طايب زبده هاوليك وكي ناكلو اوتوماتيكمون نحيو الخيط كيما ناكلو الدواره تاعنا العصبان هاوليك كيفاه جاني هكا حبيباتي رافقتو يعني طيبت معاه جلبانه ولا كورجيت كيما نديرو بكبوكا هكا ان شاء الله يعجبكم لا فيديو ولا يعجبكم ما عليكم غير ديروا لي لايك وتبارطاجيو باش تعم الفائده وديروا ابوني باش يلحقوا لكم لي فيديو تاوعي وتاكلوه بهاد الخبز الله الله مفشفش هاوليك هكا ونقول لكم صحه عيدكم كل عام نتوما بخير تعيدوا بصحه ولهنا ربي ان شاء الله يرفع علينا هاد الوباء ونولي ونعيشوا كما بكري ماشي بهذا الاكتئاب كاع ان شاء الله يا ربي يجيب صحه ولهنا هذا مكان كل عام نتوما بخير سلام في فيديو واحد اخر ان شاء الله.